برحب بحضراتكم مره اخرى في اسال مجرب، من مكان لمكان ومن ارض لارض، ودي بتبقى رحله ممتعه جدا ان انا اقابل ناس وشوش جديده، اتعرف على طبيعه عملهم وحياتهم اليوميه. على فكره الفلاح شغله الشاغل العمل، يعني هو ما بيفكرش في حاجه خالص غير مصلحه بلده، ان هو ينتج، ان هو يتغلب على الصعاب اللي بتقابله في الزراعه عشان في الاخر يطلع لي منتج اقدر افتخر بيه، اسوقه في السوق المحلي، يبقى عندي فائض تصديري. فعلا احنا ناجحين الحمد لله في الزراعه. الاول انا برحب بحضرتك يا رزق، ازيك؟ الله يخليك. رزق كامل. ازيك يا رزق؟ ازيك. احنا هنا في الكثبان الرمليه صح؟ صح. بقالك سنين هنا، بقالك قد ايه؟ 10 سنين كده. 10 سنين بس انت من البحيره اساسا. من البحيره. احسن ناس. الله يخليك. لو جيت اتكلم على طبيعه الارض هنا، هنا اراضي رمليه كلها صح؟ صح. كنتوا زارعين ايه لما اول ما جيت هنا بقى؟ كنا زارعين خيار وبتنجان وطماطم. خضار يعني. خضار علشان تقدر يمشي في الارض الرمليه معاك وتعرف تنتج منه صح؟ صح. طب وايه اللي خلاك بقى تغير بقى؟ انا شايف في شجر، الشجر شغله محتاج رعايه جامده. شغله محتاج رعايه جامده صحيح. غيرته ليه بقى من الخضار للشجر؟ لما بيبقى محصوله حلو. محصول حلو. العائد احسن. والشجر عمل معاكوا ايه؟ يعني الشجر ده عمره كام سنه؟ الشجر ده عمره 10 سنين كده. 10 سنين. وايه اخبار الميه؟ الميه بتاعتكم الميه الاول كانت حلوه، بعد كده هي قلبت ملوحه جامده. عرفت منين ان هي قلبت ملوحه؟ ما هو متبان على الشجر. على الشجر نفسه. جرى له ايه بقى؟ الشجره بيصفر. بيصفر الشجر. بيصفر معاك. والمحصول بتاعه بيبقى اخباره ايه؟ بيبقى ضعيف لان بيعمل نواشف يامن. ينشف. طب ما دي مشكله جامده صح؟ صح. انتوا قدرتوا تحلوها ازاي بقى؟ فكرتوا في ايه؟ ولا احنا كنا بنسحبه من الملوحه الاول. وادويه ياما جامد. ياما يعني كتير. كتير. بفلوس طبعا. بفلوس. تجيب لي هنا رزق كده في اخر الموسم ما تكسب حاجه؟ لا ما تكسبش. اول ما جبنا الجهاز بسم الله ما شاء الله غيرت في الارض بحالها. وهو مين اللي قال لك على الجهاز ده او على تكنولوجيا معالج الماء المغناطيسي؟ ما بيجي على النت بقى وعلى انت بتقعد تتصفح لحد ما تشوف العلاج. قعدت تدور على حل بقى المشكله اللي عندك. انت حللتوا الميه؟ حللناها. كان كام جزء في المليون دلوقتي؟ كانت 1700. ياه ده مرتفع جامد. طب بقى انت مركب الجهاز ده هنا بقالك قد ايه؟ بقى سنتين كده. سنتين؟ وفي السنتين دي حصل اختلاف؟ حصل اختلاف يعني جامد جوه. جامد. انا شايف الشجر بتاعي الورق بتاعه لونه كويس، معدل النمو الخضري، الثمار يعني دي فرقت. ده فرقت كمان حتى في اللون. لان الليمون دولت حتى احنا لما نيجي بنروم في الشتاء بنقلل لهم ميه. بنقلل لهم ميه. لو في نسبه ملوحه. لو في نسبه ملوحه زي الاول كانت تبان على الشجره. انما دلوقتي لا، الشجره بسم الله ما شاء الله حلوه والثمره حلوه برضو المنتج بتاعها، وخفينا خلاص اللي احنا المصاريف وكل حاجه ايه من ناحيه. شلت بقى العبء بتاعك بند مصاريف مضادات الاملاح او سحب الملوحه. ايوه. الانتاج فرق بتاع الشجره؟ لا الانتاج لنفسه. بسم الله ما شاء الله حلو خالص فرق، وحتى في الخضار بيفرق. حتى في الخضار. انت لسه شايف شويه خضار عندك هنا؟ ايوه. بتزرع برضو. الفلاح بيحب يبقى عنده تنوع محصول. ما انت هتروح تشتري من بره لازم تبقى حاجتك في ارضك. صح. زرع خضار ايه؟ زرعين باذنجان وفول وحاجات من دي. ربنا يبارك لك. التربه نفسها حاسس ان هي اتغيرت؟ يعني الارض لما بقعد ارويها موسم ورا التاني بميه فيها ملوحه بتنشف وبيبان عليها. بيبان. حتى بان. لا انغسلت. وكمان هو الليمون دولت حتى اللي يثبت لك الجهاز ايام الشتاء، لان انت في الشتاء عاوز تلون بدر البرتقال، فانت بتخف الميه. لو انت في نسبه ملوحه بتبان على الشجره بتخلي الشجره ناشفه وتصفر. انما دي بسم الله ما شاء الله حتى احنا بنخف الميه وما فيش نسبه ملوحه خالص. واحنا قبل ما نصور قلت لي الخراطيم دي كنت كل شويه بغيرها. كانت بتنسد وكنا بنغيروها لان بيبقى في نسبه حديد وملوحه، فبتخش في الخراطيم النجاطات لازم تغير. سنتين مركب الجهاز. سنتين. حصل فيه مشاكل؟ لا لا ما حكش صيانه. ما حكش اي مشكله حصلت قطعه غيار؟ لا لا زي ما هو. لا بسم الله ما شاء الله حلو. حلو ما شاء الله. طب انا عايز اعرف بقى دلتا ووتر او شركه دلتا ووتر المتابعه الفنيه، يعني في حد بيسال عليك؟ على طول. على طول. الباشمهندس محمد بيسال عليها على طول. ايه اللي بيقدموا لك من خدمات؟ يعني ممكن انت تسالهم عن معلومه معينه، عن برامج تسميد، بيبقى في كلام ما بين كل برامج تسميد والرش وكل حاجه بيجرح يقولها لنا. ليه؟ لان انا مش مجرد ببيع جهاز، لا انا بقدم تكنولوجيا حديثه، بقدم دعم فني كامل، بساعد المزارع ان هو ينجح في انتاجه. في مشكله شركه دلتا ووتر بتقدم لها حل. المشكله دي ارتفاع نسبه الملوحه في المياه وفي التربه، وجود الحديد في المياه بيسبب مشاكل في القطاع الزراعي، الفلاح بيبقى محتاج اللي يسنده. قدرت شركه دلتا ووتر ان هي تقدم تكنولوجيا متقدمه تحل هذه المشكله وترفع لي من الانتاج. كنت مصدق في الاول لما شفت التكنولوجيا دي او الجهاز ده ان ده هيحل لك مشكلتك قبل ما تركبه؟ احنا ما كنتش مصدق، بس احنا كان الشجر اصفرت. فاول ما ركبناه شهر بالظبط لقينا
لكن بسم الله ما شاء الله الارض غيرت خالص. والله والله الجيران لما بيشوفوا ارضك وزرعك بيقولوا لك ايه؟ ما هو الجيران بسم الله ما شاء الله برضه كلهم غيروا كمان كلهم. يعني النهارده رزق قدر يعمل تغير في الفكر. جيرانه عندهم نفس المشكله، المية واحده، الارض واحده، فعندهم نفس المعاناه. لما شافوه مركب التكنولوجيا دي انتشرت وبقى فيه علم وبقى فيه انتاج اكتر. الموضوع النهارده مش قطعه ارض واحده، لا ده فدان جنب التاني نقدر ان احنا نزود من انتاجنا. المساحه عندنا كام فدان؟ مساحه 20. النتيجه واحده في ال20 فدان؟ النتيجه بسم الله ما شاء الله حلوه خالص.